يقول إن لمسلم ولد يسمى أحمد أكبر من إبراهيم ومحمد، هذين الذبيحين صاحبا هذا اليوم. سيد أحمد فر في البيداء ليلة الحادي عشر، تقول الرواية حتى وصل إلى بساتين الكوفة. شوف من كربلاء إلى الكوفة، اليوم من كربلاء للنجف 80 كيلو بالسيارة. في ذاك الزمان شقد هذا الطفل يصل إلى الكوفة؟ تقول الرواية فاختبأ في بساتين الكوفة حتى عمل في أحد البساتين زراع، طفل صغير. يقول حتى سنة 65 للهجرة كانت أمه تأتي للإمام زين العابدين: سيدي يا ابن رسول الله، أقتل ولدي أحمد كما قتل أخويه؟ قال لها الإمام: لا. قالت: سيدتي أيعود سيدي أيعود لي ولدي؟ قال لها: بلى، سيأتي لك ولدك إن شاء الله. يقول إلى أن قام المختار الثقفي بثورته في الكوفة واستلم وقعد على كرسي الحكم. تقول الرواية فدخل الشاب فتى عليه سيماء الشرف ويعرف من أهل عز ووقار، فأخذ المختار ينظر إليه وشاف قاعد بالمجلس منكس راسه، وكل شوية يدخلون رأس قاتل من قتلة أهل البيت إلى المختار. فرفع المختار رأسه قال: أيها الفتى، أنت من أهل عز، أنت من أهل شرف. فبكى أحمد، قال: أيها الأمير، أنا أحمد بن مسلم ابن عقيل. نظر إليه قال: ما الذي أجلسك في الكوفة؟ قال: سيدي، أنا فريت في البيداء ليلة الحادي عشر من المحرم، وما أعلم أين ذهب أهلي، وبقيت في الكوفة أعمل في بساتينها. قال: ساعد الله قلب أمك الفاقد، أمك تنتظر. إلهي بحق سيد أحمد ابن مسلم ابن عقيل، اللهم رد علينا معتقلينا وأسرانا، اللهم بحق غربة أهل البيت فرج عنا فرجا عاجلا. تقول الرواية وإذا بذلك الطفل يأخذه المختار ويرسله إلى المدينة. تقول الرواية كانت أمه عند الإمام زين العابدين: سيدي وعدتني بأن يأتي ولدي. أم وقلبها يتحسر على ابنها، قال لها: ولدك عن قريب سيأتي لك. تقول الرواية وإذا بالباب تطرق، فتح الباب وإذا بسيد أحمد عاد إلى أمه وضمت أمه، لكن أمه بقت متحسرة على الطفلين الغريبين. إيه مصائبكم أهل البيت، شتتوهم بالفيافي ولا يآوون ببلد، خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر ها مولى الوطن ما يرجع، والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصوا، والذي انذبحوا وتظل أجسادهم فوق التراب، طفلي مسلم الذين اعتقلا وبقيا في سجن عبيد الله ابن زياد عاما كاملا، حتى قال ابن زياد للسجان: لا تطعمهما طيب الطعام ولا تشربهما من شراب الطعام. تقول الرواية فمر عام حتى التصق ظهر بطنهما في ظهريهما من شدة الجوع والألم، خبز يابس يقدم لهذين الطفلين وكأس ماء،
حتى مر عام كامل وإذا بذلك الطفل يلتفت إلى أخي: أخي أولا تقل لهذا السجان عن قرابتنا من رسول الله حتى يرأف بحالنا. فجاء السجان، دخلوا عليه، قالوا له: أيها السجان، ألا ترأف بحالنا؟ أتعرف رسول الله؟ قال: بلى، أنا أعرف رسول الله. قال: إن رسول الله جدنا، وعلي جدنا، وخالنا الحسين، ونحن أبناء مسلم ابن عقيل. تقول الرواية: وإذا بذلك السجان ضرب على صدره، نادى: واخجلتا منك يا رسول الله، وأسجن أبناء رسول الله؟ قال له: خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من أهل بيت النبي وبين الدهر مسلم، أبونا والأهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعة، وخالنا حسين، وذيك العشيرة صاحبي أصايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة، واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، والله واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، بالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابهم سبايا لأرض كوفة، قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم، قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم، صغار ويتامى شحال قلبكم عليكم، والله من أيام يا بعد الأهل مروا بسبيكم فوق المطايا، وخالكم راسا على سناف، وويله فك قيد الطفلين وإذا بهما يفران في البيداء حتى وصلا إلى نهر، ورميا بنفسيهما قرب النهر وناما هذين الطفلين. أخذتهما العجوز وإذا برجل أخذ يبحث عنهما ذلك الظالم، يبحث عن أولاد مسلم ابن عقيل. أيوا مصيبتا، أخذتهما تلك المرأة العجوز المؤمنة، آوتهما في دارها، آوتهما في دارها حتى جاء ذلك اللعين، قال: لقد تعبت في البحث في طلبي ولدي، ولدي مسلم، وأنا أبحث عن ولدي مسلم. فخافت تلك المرأة على الطفلين، رأى حالة عجيبة في دارها، وإذا باللعين يأتي إلى الدار التي فيها ولدي مسلم، وإذا باللعين نظر إليهما فوقف الصغير، قال: يا شيخ ارحم غربتنا يرحمك الله. تقول الرواية: وإذا بذلك اللعين رفع يده وصفع الطفل الصغير على وجهه. ألا من مناد ومصيبتا وسيدا، فقام الكبير قال: يا هذا لم تضرب أخي ونحن غرباء في هذه الدار، الضيف عادة يكرم، اليتيم عادة يكرم، وإذا بذلك اللعين. تقول الرواية: رفع اللعين رجله ورفس الأخ الأكبر حتى لصقوا بالجدار ومصيبته. تقول الرواية: فأربطهما بحبل، ربطهما بحبل واحد، وإذا به يأخذهما عند النهر، قال لعبده: اقتل هذا الطفلين
برأسيهما حتى أستلم الجائزة من عبيد الله بن زياد. تقول الرواية: جاء العبد أراد أن يقتل الطفلين، نظر إليهما ونظر إليه، قالوا له: يا هذا ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن جدنا رسول الله. قال: الله أكبر، أنتم جدكما رسول الله؟ قالوا: بلى يا هذا. تقول الرواية: فرم العبد السيف من يده، قال: لا لا أخضب يدي بدماء أبناء النبي، ورمى نفسه بالنهر فهرب. تقول الرواية: وإذا بذلك اللعين قال: إن لم يكن هذا فأنا قاتلكما. قالوا له: دعنا نصلي. قال لهما: صليا إن نفعتكم الصلاة. فصليا أربع ركعات وإذا بهما ينظران إلى قاتلهما. قالوا له: يا هذا، كل يقول اقتلني قبل أخي. الأخ الكبير يقول اقتلني قبل أخويا الصغير، والصغير يقول ما أريد أعيش وأشوف أخويا الكبير مذبوح. الله أكبر. وإذا باللعين رماهما على الأرض، ألا من مناد ومصيبة والسيدة، رمى الصغير على وجهه ورمى الكبير على الأرض، رفع اللعين سيفه مكنه من الكبير، وإذا به احتز راسه. أيوة مصيبته، والرجس ما رحم قلبه ولا رحم منه الحال، شهر سيفه وقطع راسه وعفره من فوق الرمام، والعجوز تصيح: نشبي عليكم يا الأطفال، والدتكم ليتها تعاين جثثكم بالثرى. وإذا بالصغير انحلى على نحر أخيه، خضب وجهه بدم أخيه الكبير وهو يبكي بدموع عينه. قال: يا عالم، إني ساعة حتى أودع أخي. وإذا باللعين رفع سيفه مكنه من نحر الصغير. الله أكبر. وإذا باحتز راسه، أيوة مصيبته، والله خلني على جثة عزيز الروح ساعة، خلني على جثة عزيز الروح ساعة، بتخضب بدمه وبتزود منه وداعة. ما رحم نحباته وفتح بالسيف باعه، حالا قطع راسه مفضحة من أحوه. أيوة مصيبته، والله اليتيم الناس عاد يرحمونه، اليتيم الناس عاد يرحمونه، ولو ما تبي يسلونه، والراس كل أم يمسحونه. ويلي أولى الطاء مو بالسيف، مو بالسيف ويلي يقطعون، وللطاغ تالي يودون، وبالماء الجسم يذبون. والله بالماء الجسم تالي، يذبون على ولدي مسلم بالدم. بكيت على ولدي مسلم.
المسلمين. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا أجعهم دون الحسين عليه السلام. اللهم وفقنا لمراضيك جل